لا تخافي ما بضيعوا. يلا خليك معي بعد إذنك. بكل بساطة وبراءة، طلع هل هذا الإكس مربع فيه مشكلة؟ لا. ساين كوساين قيمة مطلقة؟ لا ما في شيء. شو تكامل الكوساين مربع يا لبنى؟ إكس مكعب على ثلاثة صح؟ منين لوين؟ من الواحد لاثنين. أول شيء بعوض قيمة اثنين، اثنين للتكعيب ثمانية، ثمانية على ثلاثة ناقص عوض بواحد، واحد على ثلاثة. شو طلع الجواب؟ سبعة ثلاثة. فيها بين الإجابات سبعة ثلاثة صح. اللي بعده ذكر أكيد إن شاء الله بيعطون طرح. يلا هون 2x ناقص 3 شو تكامل 2x؟ شو تكامل 2x؟ 2x اكس مربع على 2 وفي 2 معناتها اكس مربع. شو تكامل 3؟ 3x. هذول كلهم محصورين بين مين ومين؟ بين صفر 4. تعال نعوض 4 يعني 16 ناقص 12 صح؟ ناقص تعال نعوض بصفر شو بيطلع معي؟ 0 16 ناقص 12 4. يلا اللي بعده فين محيين هيك بس كنت عم تصير ناحية تكفى طول أحسن ما ينحذفه. واحد اي مكعب بعدين بعطيك فرصة تجربي فيه انت التمرين. يلا خليك معي. شو تكامل واحد على اكس بالاصل؟ هو لوغاريتم الاكس صح يا نايا؟ منين لوين؟ من الواحد للاي مكعب صحيح؟ معناتها لوغاريتم الاي بالاس 3 ناقص لوغاريتم الواحد صحيح؟ لوغاريتم الاي بالاس 3 ايش قد؟ 3. من هو لوغاريتم الواحد؟ من هو لوغاريتم الواحد؟ شو لوغاريتم الواحد يا وئام؟ صفر. 3 ناقص صفر 3. كوساين الاكس شو تكامل كوساين الاكس؟ ساين الاكس منين لوين؟ من الباي على 6 للباي على 3. لا ماني مضطر. بين الباي على 6 والباي على 3 موجب الربع الاول كوساين بغير اشارته؟ لا ما بغير اشارته. وبالتالي بعوض الباي على 3 يعني ساين الباي على 3 ناقص ساين الباي على 6. الباي على 3 يعني 60 شو الساين تبعها؟ جزء 3 على 2 ناقص 1 على 2 شو بيعطيني؟ يعطيني جزر 3 ناقص 1 على 2. جزر 3 ناقص 1 على 2 جواب قدرنا. طبعا نحن عم نحل صفحة 526. يلا فيني سكر ما فيني امحي. يلا اللي بعده تكامل من الناقص بي على 4 للبي على 4 1 زائد طال مربع x دي x صح. يلا حلوا لبين ما خلص انا. يا شو تكامل الواحد زائد تام مربع يا وئام؟ تان نفسه صح. هذا قانون مشتق التان. واحد زائد تام مربع معناته شو تكامل واحد زائد تام مربع؟ تام. منين لوين؟ من ناقص بي على 4 للبي على 4. من ناقص بي على 4 للبي على 4 تعال نرسمها انا وياك. هاي ناقص بي على 4 صح؟ يعني ناقص 45 وهي بي على 4. هل هاي الزاوية بتمر من الصفر؟ بتمر من الصفر، والصفر عند الصفر شو بصير بالتان؟ طيب. بينعكس بغير إشارة تمام؟ وبالتالي أنا هون مضطر إني جزء يلا جزءوا من الناقص باي على 4 للصفر. جزءوا بس انا وين ما امحيهم هذول مره ثانيه. من ناقص باي على 4 للصفر ومن الصفر للباي على 4